العيد فرحة يا سلام، أجمل فرحة يا سلام، أحسن ألعاب عند أم كشري. يلا مين يشتري يا أم كشري؟ مش كنا فرشنا الألعاب آخر النهار؟ آخر النهار يا أبو الزير، العيال دلوقتي واخدة العيدية والوقت هتيجي تشتري. خلاص ماشي يا أم كشري اللي أنت شايفاه. استنى بقى يا أبو الزير، خلينا نركز في الشغل. العيد فرحة وأجمل فرحة انت يا ولية اللي بتوقوقي. انت عايز ايه يا راجل يا منيل؟ ايه الوقوقة اللي انت بتوقوقيها دي؟ يا راجل بغني عشان الم العيال. وانت هتلم العيال بصوتك؟ انت واقفة بتغني؟ ابو الزير ما تعطلنيش على شغلي. خلاص خلاص، ولا عطلك ولا تعطليني. ولا منك ولا كفاية شرك ولا ايه؟ مش كنا جبنا طبق كحك ناكله كده واحنا واقفين؟ يا لهوي، ايه الراجل ابو كرش ده؟ احنا راجل في شغل دلوقتي. يا ستي ما انا عارف اللي احنا في شغل، في ايه يعني لما نجيب شوية كحك ناكلهم واحنا واقفين؟ واحنا بنشتغل وانا بشتغل. الله 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 الله، طب ما انا واقف معاك اهو. يا فرحتي بوقفتك، بتعمل ايه معايا بقى؟ بسندك واشجعك في مشروعك يا ام كشري. لا يا خال، عايزك تساندني ولا تشجعني؟ اركح بقى. ايوه يا اطفال. يا بنت كلب هولة. ابو الزير اركح اركح، خلي يومك يعدي. خلاص خلاص يا ام كشري اقعد ساكته. يا راجل يا منيل، مين اللي يسكت؟ تقول انت ساكت. خلاص خلاص انا قاعد ساكت اهو. يكون احسن برضه. يلا يا اطفال، لعبه الدكتور عند ام كشري، لعبه الدكتور ب 85 جنيه ب 85 جنيه، وعندها كمان مسدسات خرز. بيو 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 بيو. عايز بقول ايه احسن تضربي في وشي. يا راجل اضرب في وشك، انت مش شايفه يعني مغلف؟ مغلف يعني ايه مغلف يا ام كشري؟ يعني في كيسه، يعني في كيسه يا منيل. اه طيب يا ام كشري طيب. أعوذ بالله. ها يا أطفال، لعبة الدكتور مسدس المروعة بيو بيو بيعمل كده. يلا يا أطفال يلا يا أطفال، بندقية الكلاب بيو بيو بيو. يا أم كشري، بندقية الكلاب دي اسمها كده؟ بيو. لا يا راجل يا منال، ما اسمهاش كده، بس هي طويلة قوي، لازم بيو اطلع لها لقب. اه لقب، طلعي يا اختي اللقب. طلعي. هتقعد ساكت ولا فكها وبيو بيو اديك في عينك؟ لا اقعد ساكت. خلاص يا أم كشري اتنيل بقى. يلا يا اطفال، مسدسات لعبة الدكتور عند أم كشري. عند أم كشري كل الألعاب وجميع الألعاب، وأي لعبة أنت عايزها أجيبها لك لو مش عندي. ياما يا اللي بتبيع العاب ياما. اهو ابنك ابن الحوله جه اهو. عايز ايه يا واد يا كشري؟ بقول لك يا ام كشري، رايح العب مع اصحابي، عاوز مسدس. من عينيا يا حبيبي، هات فلوس. هات فلوس؟ اجيب لك فلوس منين انا ياما؟ تجيب لي فلوس منين؟ من ابوك اهو، واقف اهو. ماشي، هات يا ولع ده بتاعت ابويا. ولا ولا، ابعد عني عشان ما معيش ولا جنيه. لا ياما، ده بيقول لي معوش ولا جنيه ياما. واعمل لك ايه يا ابو كرش؟ معاك فلوس تشتري، ما معاكش مش هتشتري. ياما مش انا ابنك ياما؟ ايوه ابني. يبقى تديني ياما اي لعبه اللي انت بتبيعيها دي. لا انت كده مش ابني، اللي يجي على مصلحه الشغل يبقى مش ابني. ايه يا ولية انت ما تديله لعبه؟ ايه في ايه ابو الزير؟ بقول لك ايه، ده شغلي ومالي وحالي، عاوز يا اخويا لعبه لابنك، هات فلوس وهديله. انت بقيتي ماديه حقيره كده من امتى يا ام كشري؟ من دلوقتي من دلوقتي من دلوقتي. والعيد فرحه مأمأ ماء. ابعد يا ابني عنها يا ابني، عشان دي عماله تمأمأ من الصبح. انا مالي بقى ابويا؟ انا عاوز لعبه ابويا. يا عيني عاوز لعبه؟ ما انت لو كنت بتسمع كلام امك وتحوش كنت جيت دلوقتي فتحت الحصاله، كان زمانك معاك فلوس قد كده وتشتري الالعاب كلها. ياما والله العظيم ياما، ما انا ما بعرفش احوش ياما. ايوه يا ام كشري، الواد ابني ما بعرفش يحوش زيي. زيك؟ ما خدش منك حاجه حلوه يعني؟ ما خدش منك حاجه حلوه عشان تتباهى يعني؟ حولا حولا. عايز ايه؟ ده مش عاوز حاجه. يلا غور يا. ايوه كده، يلا يا واد يا منيل، غور زي ما هو قال لك. حاضر حاضر يا جدعان، امشي والله. لو اقول لاصحابي ما يجوش يشتروا منك ياما. لا 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 لا، خد ولا كشري. ايه ياما في ايه؟ هما فين صحابك دول يا واد يا منيل؟ اصحابي ياما مستنيني، رايحين حمام السباحه مع بعض. هاتهم هاتهم يشتروا مني. لا مش هجيبهم ياما، ما انت ما رضيتيش تديني لعبه. بس يا ابو كرش نتفق مع بعض اتفاق. ايه هو ياما؟ هتجيب لي اصحابك يشتروا اللعب بتاعتي وهديك لعبه، ايه رايك؟ ايه ده بتتكلمي بجد ياما؟ ليه يا بنت كلب هولة بتاع مصلحتك؟ يا لهوي اقعد ساكت يا منيل، ايه في بقك؟ خلاص خلاص ما ديقفش اهو. يا تكنيله ولا ايه ياما ايه؟ روح هات لاصحابك اللي هروحوا معاك حمام السباحه وتعالى لي. بيو بيو بيو، ياخدوا اللعب كلها وهديك يا عم مسدس. خلاص ماشي يا ام كشكيش، يعني لما اجيبه ما تديني مسدس؟ ايوه يا واد يا منيل. خلاص ماشي يا ام، 5 دقايق بالظبط اصحابي يكونوا عندك. بسرعه بسرعه. ماشي يا ام. صلاه النبي صلاه النبي صلاه النبي. ايه كده انت طبعا فرحانه يا حوله؟ ايوه طبعا فرحانه يا ابو الزير. ايوه طبعا. ماشي يا حوله. بقول لك ايه يا ام كشري؟ عاوز ايه يا ابو الزير؟ انا هروح باكل شويه كحك وبكسويت. تاكل شويه كحك وبسكويت، روح يمكن تشبع. هشبع ان شاء الله. خلصي بيه الالعاب ده وتعالي ورايا على البيت. ادعي لي لا تكوش، انا اجيب صحابه ييجوا. ماشي، ربنا معاك يا ام كشري. شكرا شكرا يا ابو الزيت. يلا تصحابكم صبح السلامه، تصحى لكم غرفه داهيه. جمعي جمعي الاول، مش عارفه تقولي كلمتين على بعض. جاتك نيله امشي. خلاص خلاص.
تراجل منايل. يلا يا اطفال العاب العاب ام كشري ما فيش زيها في المنطقه. اروح اجيب اصحابي يشتروا الالعاب كلها من امي. يلا ترى مستنيني دلوقتي عشان رايحين حمام السباحه. قلت لهم اقول لهم تعالوا في شويه العاب جامده مع امي بس يا رب يرضوا يجوا معايا. يا رجاله يا رجاله كشري تعال جايبكم يا رجاله. عندي لكم خبر ايه؟ 100 100 خبر ايه يا كشري؟ ام كشري بتبيع شويه لعب انما ايه كده؟ لعب ايه يا كشري؟ احنا مش عايزين لعب، احنا عايزين نروح حمام السباحه. يا حسين افهم، دي شويه لعب ومسدسات ميه ممكن ناخدهم معانا حمام السباحه. خليك ذكي. بيتك حلو يا كشري، تعالى يا جدعان نروح نشتري. قشط عليك يا محمود. حد معترض يا جدعان فيكم؟ انا جاي معاكم. اه دي ادم يا بزر. انت ادي انت اهو كشري. ايه ده انا مجنون والله العظيم. ممكن اكلك يا بزر انت. مالكش دعوه باخويا يا عم بزر. خلاص يا محمود خلاص، ما تضايقش نفسك يا معلم. المهم يا جدعان يلا بقى عشان نروح نشتري. بس احنا يا كشري مش هندفع فلوس. يا لهوي يا ادم، مش هتدفع فلوس ليه يا ادم؟ يا عم احنا هنروح نفتش امك ونام. ايه ده تفتش امي يعني ايه؟ يعني يا كشري كل واحد ياخد لعبه ويجري. ايوه يا محمد صح. يا قام ده السكه ده يا جدعان. يا خرابي، يعني انتوا عايزين تسرقوا الالعاب اللي مع امي كلها؟ ايوه يا كشري. في ايه يا جدعان؟ في ايه؟ مش كده؟ يلا بينا يا جدعان. يلا بينا يا رجاله. هنسرق ام كشري النهارده. هنسرق الالعاب كلها من امي. يلا يا رجاله. خرابي. ايه يا جدعان ده؟ بتحاسب يا ادم؟ انت يا عم اللي وقعتني. كشري انا مش معاكم يا عم. يلا يا جدعان يلا يا جدعان، عندنا جو سرقه وجو كده. ايه اللي انتوا بتعملوه ده؟ خلاص ماشي. بس يا كشري يلا. ام كشري ام كشري. احلى العاب. ايه يا سعيد؟ تعالى يا منيل. عايز اشتري لعبه ام كشري. من عينيا يا سعيد اللي انت عايزه. بكام اللعبه عندك يا ام كشري؟ حسب انت عاوز انهي لعبه. الالعاب كتير زي ما انت شايف. المسدس الميه بكام يا ام كشري؟ مسدس الميه؟ ب 25 جنيه. بجد والله يا ام كشري؟ اه والله يا واد يا منيل. اسعار اللعب اللي عندك حلوه قوي يا ام كشري. اقل اسعار في مصر يا واد يا منيل. هشتري المسدس ده منك يا ام كشري. من عينيا يا واد يا منيل. خد يلا هات فلوس. ماشي يا ام كشري. يلا يا واد يا منيل. ايه العيد فرحه؟ ما يلا تعالى يا جماعه، الالعاب عند ام كشري كتيره. خد يا ام كشري. هات يا منيل هات. صلاه النبي صلاه النبي. يلا يا واد يا منيل اتكل على الله. العاب 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 العاب. اللي عايز العاب 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 العاب. ابعت لي اصحابك يا واد يا منيل. ابعت لي اصحابك. ماشي يا ام كشري. يلا اروح يلا اروح. العاب العاب العاب. العيد فرحه واجمل فرحه. العيد يا رجاله. ياما تعالى 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 يا ام الكشاكيش. يلا يا رجاله تعالوا اصحابي اهم. ياما صلاه النبي صلاه النبي. كل دي عيال. ايه رايك يا ام كشري؟ جبت لك 120 عيل، كل واحد فيهم ياما عاوز لعبه. خلاص ماشي يا واد يا كشري ماشي. يلا يا جدعان كل واحد طلع فلوسه. فلوس ايه يا كشري؟ احنا قلنا ايه؟ يا عم اسكت يا عم انت تسمعنا. اهدى اهدى اهدى. في ايه في ايه يا واد يا منيل؟ مفيش حاجه ياما مفيش حاجه. طب يلا يا واد يا كشري وقفهم طابور وكل واحد يطلع فلوسه. خلاص ماشي. يلا يا جدعان تعالى اقف كده في الطابور وانت كمان. يلا كل واحد في الطابور كده يا جدعان. تعالى محمد. يلا محمد. يلا ده بيت راد واقف هنا. بصوا بقى يا جدعان كل واحد ياخد لعبه ياخدها ويمشي. ماشي ماشي يا كشري. تمام يا اما. تمام يا كشري. يلا اعمل المصلحه دي وهديك المسدس. ماشي يا اما. خد ادم اول مسدس. اجري يا كشري. لا يا عم تجري ايه، اقف على جنب دلوقتي. خلاص ماشي يا كشري. يا واد يا منال ما خدتش منه فلوس ليه؟ يلا هيجهز فلوس واخد الفلوس مره واحده من العيال كلها. خلاص ماشي حلو. اول فكره دي يا واد يا منيل. ماشي يا اما. انت عاوز انا لعبه من دول يا التليفون والنضاره. اديله اديله يا واد يا منيل التليفون والنضاره دول. ماشي يا اما ماشي. خد يا معلم التليفون والنضاره على جنب جنب ادهم. انت عايز ايه قصه من دول؟ انا عايز طبنجه الكبيره دي. دي احلى طبنجه يا باشا. يلا وانت يا صاحبي؟ عايز الطبنجه الصغيره دي. خد يا صاحبي احلى طبنجه يا باشا. يلا يا محمود انت عايز انت كمان. كلها طبنجات ياما. الطبنجات بتاعتك جامده قوي. ايوه يا جمال ده انا مزوده طبنجات ومسدسات كتيره قوي. الالعاب بتاعتك حلوه يا ام كشري. حلوه جدا والله ياما. خد يا صاحبي. يلا يا صاحبي تعالى تلعب. هتاخد يا محمد طبنجه برضه. كلها طبنجات ياما صلاه النبي. خد يا صاحبي يلا تاخد. يلا يا كريم خد الطبنجه دي كمان يا كريم. يلا وانت عايز ايه؟ يا لهوي يا لهوي بتعمل في كده ليه يا واد يا منيل؟ الواد عرفني ياما عرفني ياما عرفني. يخرب بيتك وبيت امك. انا عايز لعبه يا ام كشري. شايفه ياما ابويا عاوز لعبه ازاي؟ خلاص يا واد يا منيل اديله لعبه ده عسليه قوي. انا بحبه انا كمان ياما. خلاص ياما اترفصي. خد خد العروسه دي حبيبتي. لا 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 يا واد يا منيل ده بيبوس العروسه. انا مش بقول لك ياما الواد ده رخم ياما. يا واد بالراحه عليه يا واد يا منيل. عايز مسدس ميه ام كشري. اهو يا عم عاوز مسدس ميه بعد ما خد العروسه. اديله اديله مسدس ميه الواد ده عسليه قوي. خلاص ماشي يا عم هديك مسدس اهو. خد خد ياض خد ياض يا رخم ياض. يلا اقف معاهم بقى. خلاص كده يا عم خلاص خلاص يا ابن المكوسه في الفلوس كتمنص. كشري انا عايز لعبه انا كمان يا كشري.
يا لا يا ابراهيم انا مش شايفك يا ابراهيم. لا يا جعان يا كوش. ادي الواد اللي قاعد ده كمان لعبه. ماشي يا عم هدي له لعبه اهو. تعالى تعالى يا ابراهيم. تعالى يا ابراهيم ما تاخد انا لعبه من دول. خد ده كوش. يلا باشا كده يا عم كله خد يا عم العاب. صلاه النبي صلاه النبي الالعاب خلصت ما فيش الا دول والشويه اللي ورايا بس. ايه المسدسي بقى يا عم؟ خد خدك المسدس ده يا واد ابو كرش. ماشي يا عم ماشي. اهو يا عم انا خدت المسدس ده. ماشي يا واد يا كشري يلا لم لي فلوس بقى من صحابك. من عينيا من عينيا يا اما. جاهزين يا رجاله؟ جاهزين يا كشري. تمام اهو يا رجاله يا اما. عاوز ايه يا واد يا ابو كرش؟ احنا هنمشي يا اما مفيش فلوس. يلا يا رجاله يلا. يا لهوي ولا يا حرامي. يلا يا جدعان اجروا يا جدعان يا حراميه يا ولاد الكال. بقول لكم يا حباب قلبي كل سنه وانتم طيبين. الفيديو ده لو عجبكم انزلوا اشتركوا في القناه دلوقتي واعملوا لايك. في فيديو ظهر هنا وفيديو ظهر هنا. خشوا اتفرجوا على الفيديوهات. انا مش هسيبك يا كوشن. كل سنه وانتم طيبين. يا رب يكون عيد سعيد عليكم ان شاء الله. لو الفيديو عجبكم انزلوا دلوقتي اعملوا لايك واشتركوا في القناه. يلا كل سنه وانتم طيبين.